السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صينيه يعني لي بات او سباغيتي. يعني ممكن انكم ديروا اي نوع ديال لي بات كتفضلوه. انا هنا اختاريت سباغيتي. غادي نديروها ان شاء الله بالصلصه البيضاء، يعني كتجي لذيذه وهائله. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تستقبل جديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركه الله غادي نحتاجو. انا هنايا درت 250 غرام ديال سباغيتي، قسمتها على جوج. كما قلت لكم ممكن انكم ديروا اي نوع ديال لي بات كتفضلوه، يعني واي شكل. غادي نحتاج بالنسبه للصلصه 4 ياغورت طبيعي. ممكن انكم تعوضوا بعلبه من الكريم فريش، يعني ديال الطهي. هنايا عندي فص من الثوم مبشور، ملعقه صغيره من البقدونس، يعني جوج حبات من الجبن المثلث. عندي هنايا جبن مفروم. تقريبا هنايا عندي 200 غرام من صدر الدجاج او صدر الديك الرومي. ممكن يعني تستغناو عليه، كذلك ممكن انكم يعني ديروا اكثر او اقل. وعندي ملح والفلفل الاسود والقليل من الزيت. فعلى بركه الله غادي نرد لي بات يتسلقوا. غادي ندير لهم قبصه ديال الملحه، كما لاحظتوا معايا، و قطرات من زيت الزيتون والماء الكافي باش يتسلقوا. بالنسبه لصدر الديك الرومي غادي نوضع كذلك قطرات من الزيت، والكميه ديال الدجاج اللي عندي، قبصه من الملح، قليل من الفلفل الاسود، ونردهم حتى هما يتشحروا جيدا. بالنسبه يعني للصلصه البيضاء غادي ندير الياغورت، يعني ممكن انكم تكتفيوا بثلاثه. كذلك الى درتي غير نص رابعه، يعني ديروا غير جوج ديال الياغورت. وكيبقى الياغورت على حسب يعني واش بغيتيو ان الصلصه تجيكم يعني كثيره او قليله. يعني الا كانت كتعجبكم الصلصه كثيره فممكن انكم ديروا في رابعه، كما قلت لكم اربعه ديال الياغورت بحال اللي درت انا، او الكريم فريش. يعني علبه ديال الكريم فريش يعني هذيك اللي كدير تقريبا ب 14 درهم. صراحه ما عرفتش شحال فيها من الغرام، كنظن 300 وشي حاجه، ما بقيتش عاقله. على هذا الشكل هذا. غادي نضيفو المعدنوس والفص ديال الثومه. يعني الثوم الا كان الثوم بودره يكون احسن. غادي نضيف الملح، الفلفل الاسود، ملعقة من زيت الزيتون، ممكن انكم تضيفوا الزعتر. بهذا الشكل هذا غادي نجيب يعني هذا الجبن هذا المثلث، غادي نوضعو يعني هكا في شي تبصيل باش غادي نطلقو. عاد نضيفوه
على الخليط. بهذا الشكل هذا، يعني ضروري انكم تمعكوه مزيان. يعني وجبة سهلة في التحضير وكتجي لذيذة. غادي نخلطو الكل جيدا، يعني غادي نضربوه بالطراب اليدوي مزيان. تيتمزجلنا الفروماج مع الياغورت ونعاودو نتلاقاو. بالنسبة للدجاج هاو بدا طاب، وسباغيتي كذلك تهي طابت. غادي نضيفها على داك الزيت مع الدجاج، يعني باش سباغيتي غادي تاخذ لنا داك الملوحه وداك التوابل اللي درنا في الدجاج، يعني مليحه والابزار والزيت، باش كتجينا منسمه، ما كتجيناش ناشفه. وغادي نردى تشحر واحد شويه، عاد غادي نصوبوها في الاناء اللي غادي يدخل الفرن. جبت هنايا الاناء اللي غادي ندخل الفرن، غادي نخلط سباغيتي وغادي نوضعها. بهذا الشكل هذا غادي نوضع الصلصة. يعني كنحاول نمزجو داك سباغيتي اللي عندنا او لي بات اللي عندنا كاملين بالصلصه، باش ما تجيناش بلاصه فيها الصلصه وبلاصه ما فيهاش. بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا كنجيب الجبن وكنوضعو من الفوق على هذا الشكل. وكندخلوها الفرن مدة 10 ديال الدقائق ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالها النهائي. اخواتي فمن بعد ما خرجت يعني لي بات ديالنا من الفرن كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني صراحة كيجيو هائلين. بهذا الشكل هذا على هذا الشكل، وكتاكلوهم بالصحة والراحة.
فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.